برحب بحضراتكم مرة تانية والبيت الكبير. فقرتنا دي مع اتنين من أهم نجوم القلعة الحمراء، كابتن عادل طعيمة وكابتن ماهر همام. أكيد هنستمتع معاهم بالفقرة دي وهنتكلم معاهم في العديد من الملفات المهمة. طبعا أكيد برضو هنتكلم عن نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله. برحب بيكم كابتن. أهلا بك كابتن عادل. أهلا بك كابتن ماهر. شرفنا. برحب بيكم كابتن ماهر، منورنا دايما في البيت. وحشنا بقالي فترة. والله أنت اللي وحشنا بقالي فترة. وكابتن عادل كمان. أنا عايزة أبدأ الفقرة دي بإحساسكم أو حالتكم لو فينا نقول، وإحنا بنتابع النهاردة نتيجة مسحة كاف. كان كل واحد بأمانة إحساسه إيه؟ يعني كابتن عادل كنت بتشعر بإيه وإنت منتظر مسحة كاف النهاردة، سواء للاعيبة الأهلي أو الزمالك على فكرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللي عايش في النادي الأهلي في جدرانه وإن هو صغير، الماتشات دي زي ما كابتن ماهر كان بيقول من شوية، الماتشات دي بتبقى بالنسبة لنا إحنا الأكثر هدوء، أكثر ثقة. الأهلي بما حضر بنلاقي ولاد صغيرين في ماتشات كبيره وما بيقابلوا نجوم الزمالك بيكسبوا الزمالك بكامل نجومه وهم اجمل. ايوه حصلت اكتر من مره في نجوم طلعوا، كابتن سايس وكابتن علو مطر وكابتن ريعو في ملعب الزمالك بيكسبوا ثلاثه. الولاد الصغيرين اللي كانوا واجهين من المانيا بيكسبوا الزمالك ثلاثه في الاستاد في كاس مصر. فالاهلي بما حضر احساسي كان في احيانا شويه حاجات كده بتقول ان الشناوي اظن عنده مش عارف ايه، حاجات كلها حاجات نفسيه الغرض منها انه يحبط جماهير النادي الاهلي مش لعيبه. لعيبه زي ما انت عارف يعني عندهم من الثقه فاهمه كويس قوي، وبعدين الماتشات دي بالنسبه لهم بتبقى باستمرار ليهم الغالبيه على مدى العشر سنين اللي فاتوا. نشوف النتائج ما بين الاهلي والزمالك، الماتشات اللي الزمالك تفوق فيها على الاهلي ضربات جزاء مش لعب، يعني ضربات جزاء بعد وقت اضافي او من غير وقت اضافي بيبقى ضربات جزاء. يعني البطوله الاخرانيه بتاعت السوبر كانت ضربات جزاء وكان فيها عدم توفيق، لكن لما بيكون في كوره انت مسيطر 90 دقيقه بتخش على ضربات جزاء. السؤال حضرتك انه هل كنا متوقعين لحد ممكن النادي الاهلي دايما زي ما احنا بنقول دايما لما كان فايلر موجود ولما موتسيماني جه وشفنا قد ايه الاداء فيه انسيابيه وفيه نوع من انواع الثقه بيبدا من تحت بيدفع بناشئين بيلعب كوره جميله بتاعت النادي الاهلي، الكوره المربعات ما فيش الكوره الطويله والعاليه، الثقه العاليه جدا في اللعيبه، ودي كلها حاجات على مدى تاريخ النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي بيتميزوا بالحته دي. احيانا يا سيام بيبقى في الاهلي والزمالك اللعيبه قريبين جدا من بعض فنيا، لكن معنويا دايما الاهلي بيتفوق للحته المعنويه، ودي طبعا الكابتن هاني عارفها انه دايما النادي الاهلي عنده الحته دي بتبقى اكتر. هروح لكابتن ماهر. كابتن ماهر واحنا حتى بنلعب في قطاع الناشئين مثلا امام نادي الزمالك او ما احنا حتى في الدرجه الاولى ساعات المدربين بيقولوا لنا دي اسهل مباراه في الدوري، فلما بنقول الكلام ده للناس بتستغرب جدا يعني ايه اسهل مباراه في الدوري. انت شايف يعني شايف فعلا مباراه النادي الاهلي والزمالك من اسهل المباريات اللي ممكن النادي الاهلي يلعبها ما بين قوسين، ان طبعا دي كمان مباراه بطوله، ومعنى ايه يعني برضو نفهم الناس المعنى يعني ايه مباراه الاهلي والزمالك من اسهل المباريات اللي تلعبها؟ بص يعني احنا طبعا معانا الكابتن عادل طعيمه ابو الاشبال، يعني هو قاهر الزمالك في جميع المراحل السنيه اللي ممكن تشوفها. صحيح حقيقي يعني، وبنتائج كمان يعني عاليه، سكور عالي 6-5 و4. والكابتن عادل طعيمه كان ليه تجربه كمان مع الناشئين النادي الاهلي اللي هم لعبوا ضد نادي الزمالك مع كابتن جوهري، كان ولاده وقتها طارق خليل وطارق خليل السيد وكل المجموعه ديت ضيع عبد الصمد وكسبوا الزمالك 3-2 وكانت مباراه شهيره. صحيح. ضد نجوم نادي الزمالك. فعايز اقول لك ان احنا طول عمرنا متورثين في البيت الكبير او في النادي الاهلي من المراحل السنيه واحنا طول عمرنا مدرسه الكوره ان مباراه الاهلي والزمالك دي مباراه عيد بالنسبه لنا، مباراه ممتعه. صحيح. كل الانظار اللي موجوده وكل الاجواء متاحه انك انت تشوفي مباراه بين قطبي الكره المصريه الفانيله الحمراء والفانيله البيضاء اللي بخطين
وتحس كده بشياك وتحس ان يوم عيد. ايوه فاحنا الحمد لله رب العالمين من زمان متورثين ان احنا المباراه ديت كل التعليمات اللي بتجينا من المدربين الفنيين في اللقاءات ديت، اولا الفير بلاي او اللعب النظيف، وبعدين تعليمات الحكام لازم تحترمها، تعليمات المدرب الفني من بره لازم تسمعها ولازم تنفذها، ما تاذيش حد، لعبك يبقى نظيف، ولعبك تلعب كورته وتلعب وتأدي ادائك المميز، ومن خلال التعليمات دي هاني بيبقى سهل انك انت تكسب مباراه الزمالك. وعايز اقول لك كمان يمكن حتى كمان على مستوى الاداره، يعني احنا تورثنا كده من خلال مثلا الكابتن صالح سين الله يرحمه في لقاءات القمه، تلاقيه هو جاي في المعسكر وبيقول لك التعليمات دي، انا عايز تلعب لعبك وعايز الفير بلاي ومجاب الحكم ولازم تبقى منظم ومفيش احتقان، عشان الاحتقان ده ما يتنقلش للمدرج ويحصل اللي احنا بنشوفه، وما يتنقلش للبيت الاسره المصريه اللي بتتفرج على مفتقدين الكلام ده. بس ده خلاص ما بقاش فيه خلاص. لا بس انا عايز اقول لك ان في الاجتماع اللي جاي في المعسكر الكابتن محمود الخطيب بيقول الكلام ده. طبيعي بس احنا مفتقدين ده على الاجواء العامه. يعني حضرتك بتتكلم في نقطه مهمه، وكابتن عادل يقول لنا كابتن ماهر ما اتكلمش على مين احسن ومين افضل من الناحيه الفنيه، يعني الاثنين فرقتين كبار وكل واحد عنده قوته الفنيه في اجزاء كتيره من الملعب، لكن نتكلم على نقطه مهمه جدا ان الفير بلاي، انك لا ما تاذيش حد، انك ما يكونش في اعتراض على الحكم، ما يكونش في احتكاك ما بين اللعيبه، عشان تنقل صوره للجماهير. ما فيش جماهير لكن بتنقل صوره، لان العالم كله بيتفرج علينا. انك تنقل صوره حضاريه وتقول لا، يعني مباراه قمه، مباراه تاريخيه وكل حاجه، لكن يبقى سمعه الكره المصريه مرتبط بهذه المباراه. يعني طبعا بتفق معاكم 100%، بس هو في حاجات انت ما تقدرش تعتمد عليها، انك انا اعتمد على هاني علشان اخلاقه تبقى كويسه. طبعا لازم يبقى هاني اخلاقه كويسه قوي في المباراه، ويعمل حساب انه هناك جماهير في العالم كله بتتفرج عليك، لكن كمان لازم يبقى فيه حاجه مكمله. الحاجه المكمله ان يبقى فيه عقاب شديد، مش عقاب الحاجات اللي احنا بنشوفها، الحاجات اللي هي ماتشين وثلاثه واحد بيتجاوز تجاوز غير طبيعي للجمهور ويحصل ايقاف 7 ماتشات و8 ماتشات. ما بنسمعش الكلام ده بره. الراجل اللي بيغلط غلط بسيط. فانا مش عايز اعتمد على ان انا كجمهور اخلاقي كويسه، وان اللعيب ده اللي هيسير جماهير وفي الشارع وفي القهاوي وفي ممكن يعمل حاجات مش طيبه. وحصلت معانا في تفاكر يا هاني الماتش المصري، انا مش عايزين نفتكره، لكن كان الاعلام كان ليه دور من إثارة الجماهير ومقدمين برامج شحن الجماهير. شحن جماهيري وصلت ان الناس بتموت. انا اللي انا انا يعني بتمناه الى جانب لما يكون في ثقافه عند اللاعب، ويبقى فيه من الاداره زي ما كابتن ماهر بيقول، يعني كابتن الخطيب بيقعد مع اللعيبه، الاداء يبقى بالشكل الفلاني، ما بيتكلمش فنيا ولكن خالص. بيتكلم سلوكيا مظبوط، زي ما كان الكابتن صالح والكابتن حسن كان يقوموا بنفس الدور في نفس الاطار. الاتحاد الكوره هيبقى عليه دور، وزاره الشباب عليها دور طبعا، لان احنا شعب اهلي وزمالك، احنا مصريين. احنا كمان دلوقتي الاتحاد الافريقي هو كمان اللي ليه السيطره وليه الكنترول، المنظم داخل الملعب كمان، منظم داخل الملعب. حصل حاجه الاتحاد الافريقي هو اللي بيدخل، واحنا كمان هاني لازم نسهل له، ما احنا الاتحاد الافريقي ده اللي بيساعده يا كابتن ماهر، نسهل له الماموريه. صحيح. فالحاجات اللي احنا بنتكلم عليها والكابتن عادل بيتكلم عليها دي مهمه جدا. الادارات الاول بتمهد للاعبتها، وبعدين الاجهزه الفنيه بتمهد، وبعدين دور اللاعبين بقى داخل الملعب. فنحس كده ان فعلا قمه عربيه، قمه افريقيه، بتمثل قبال الكره المصريه اللي معظمهم من منتخب مصر الاول والمنتخب الاولمبي ومن افضل اللعيبه اللي موجوده في افريقيا. صحيح. طيب بمناسبه بقى القمه بين الاهلي والزمالك، تاريخيا الاهلي في افريقيا ما خسرش الزمالك ولا مره. ده محطوط في عين اعتبار اللعيبه ولا لا؟ بحكم التجارب في هنلاقي في 5-6 لعيبه قدام كبار، وفي شباب داخلين مع الفريق عليهم دور كبير جدا. الاولاد الكبار زي الشناوي، مروان، علي معلول، اجاييه، يعني المجموعه ديت الاولاد لو في 3-4 صغيرين بيبقى في نوع من الاداء خارج الملعب، في المحاضرات، في التمرين، في المعسكر، بيبقى ليهم دور داخل الملعب، حتى في وجود المدرب هو بيوجه برضه داخل الملعب، بيبقى فيه نوع من التوجيه من الاولاد الكبار دول.
سؤالك مهم جدا، لانه لما انا عايش في تجربه باستمرار انا في الماتشات اللي زي دي ببقى اهدى، فهاجي قبل الماتش في المعسكر، انا بقالي 4-5 أيام فيه، ببقى هادي جدا في المعسكر، ببقى ملتزم جدا بتعليمات المدير الفني، ببقى بكلم زميلي الصغير او زميلي اللي بيلعب مكاني، يبقى فيه نوع من التفاهم وفي نوع مش التحفيز، التحفيز موجود لان انا دي بطوله، فمش محتاج ان مدير فني يحفزني لان انا حافز اصلا جوايا، لان انا عندي عشق النادي الاهلي وانا ابن النادي الاهلي، وحتى اللي بيجي من بره بيبقى بعد مفيش بعد ساعه يعني طاهر محمد طاهر دخل النادي الاهلي بقى اهلاوي كانه متربي فيه بقاله 20 سنة. فالحته دي بتبقى مهمه جدا، ان انا كلاعب التجارب اللي مشيت علي على مدار 10 سنين اللي فاتوا، هتبص تلاقي التجربه دي بتتنقل للولاد كلهم، هتلاقيهم في الماتش اللي جاي باذن الله باذن الله هتلاقيهم هم الاهدى وبيركزوا في الاداء في تعليمات المدير الفني. مفيش حد بيخش عشان ياذي، مفيش حد بيتعمد انه يعمل اثاره عشان يفقدك السيطره على ادائك التكتيكي في الملعب. وبالتالي هتبص تلاقي التجارب دي بتاعتنا ما بتلاقيش ابدا في ماتشات الاهلي والزمالك. الاهلي بيبقى فيه نوع من الخشون او فيه نوع من التجاوزات، وحتى في نادي الزمالك حتى لما حصل التجاوز في الماتش السوبر اللي فات 3-4 لعيبه هم اللي عملوا المشكله ديت، لكن بقيه لعيبه الزمالك ما كانش فيه تجاوز ده. المشكله يا كابتن هاني انه 3-4 اللي عملوا تجاوز العقاب بتاعهم كان مش على قد المسؤوليه، مش على قد المسؤوليه اللي اتعملت، لدرجه ان في واحد ضرب وليد سليمان وهو ما هو وليد سليمان، ومع ذلك عقابه كان يضحك. فطبعا يعني لعيبه نادي الزمالك ولعيبه النادي الاهلي هم في الاول والاخر هم مصريين، الاهدى بيبقى بيلعب بيكسب. ليه؟ لانه الاهلي دايما بيتعود في الماتشات دي مش فيها اي اثاره، حتى من رئيس النادي يعني كابتن خطيب بيقعد مع اللعيبه بيقول لهم انزل واضرب واعمل ما فيش كلام ده خالص، زي ما قال الكابتن ماهر تعليمات التحكيم في كذا، سمعه النادي الاهلي مظهرك وبس، الامور الفنيه للمدير الفني، والمدير الفني كمان زي ما حضرتك عارف لا يمكن ابدا هيدي تعليمات للعيبه انك انت كاس ولازم تشيل الكاس، لا لا مفيش كلام ده، انت هتعمل كذا وانت هتحرك بالطريقه الفلانيه، الجمله دي انا عايزها تتعمل بالطريقه دي، وانت في وسط الملعب عايزك تمسك فلان بتزيد في الهجمه هتعمل كذا، كلها حاجات فنيه، الحاجات اللي هي النفسيه تتساب خالص للكباتن. وطبعا هو موسيماني بس عايز قبل ما اخش دي عشان انوع عليها الجزء اللي اتكلمت فيه سهام، هو يا ترى الهيستوري او التاريخ اللي بنتكلم عليه ان عمر النادي الزمالك ما كسب الاهلي في البطولات الافريقيه ده ليه تاثير على اللعيبه؟ يعني انا في وجهه نظري ما بيكونش ليه تاثير اكتر من انه بيبقى حافز ان المدير الفني يقول لهم احنا عندنا ريكورد عايزين نحافظ على هذا الريكورد، عايزين نستمر عليه عليه، لكن ما اعتقدش ان اللعيبه واخده ده ضمانه ان المباراه ممكن تكون في صالحنا. بالظبط يعني زي ما انت قلت، وده اكبر دليل انك انت عندك دواليب بطولات موجوده في اهل الجزيره صحيح، وعندك 9 بطولات ان شاء الله هتبقى التاسعة اللي جايه خلاص طلعت ان شاء الله اللي جايه 100 كده الفلت طلع اهو فالخير. فطبعا البطولات موجوده يا هاني والتاريخ موجود، بس ما بتديش غرور للعيبه يعني بيقول لك احنا واخدين 8 فده الموضوع صعب، شيء من الطمانينه شيء من الثقه، طول ما انا حاسس بالخوف اللي هو النسبي المطلوب اللي بيديني الثقه الايجابيه بعد كده خلال 90 دقيقه داخل الملعب. عايز اقول لك هاني كمان دور اللعيبه، احنا اتكلمنا على الكابتن فضل الخطيب كاداره، دور موسيماني كمان في الدوافع بتاعته للعيبه مش هيزود في الدوافع قوي لانه صحيح. هو الماتش لوحده مش محتاج صحيح، واللعيبه طبعا في اليوم ده بتبقى حاجه تانية يعني غير اللي احنا شفناه قبل كده. النقطه الثالثه دور الكباتن بقى، يعني وليد بقى ليه دور كبير جدا، الشناوي بقى ليه دور كبير جدا بيعتبره من الخبرات اللي موجوده في الفرقه، ازاي هما كمان يقدروا يهدوا اللعيبه دي، يقدروا يوصلوا للعيبه دي زي ما كابتن عادل قال الهدوء، لان الهدوء في المباراه دي مطلوب بشكل كبير جدا عشان تقدر تركز، عشان تقدر تسيطر، عشان تقدر تنفذ
عشان تقدر تكسب ان شاء الله باذن الله. يعني وليد سليمان ليه دور بالرغم من عدم مشاركته في المباراه وبالرغم من اعتماد موسيماني على وليد كورقه رابحه اكيد يعني دايما هو بيختار له انه يشارك في ازاي وامتى والتوقيتات بتاعته وكذا. بالظبط. موسيماني خبرته الافريقيه تفرق ازاي في قوه الفريق في التوقيت ده؟ الراجل ده معجون افريقي افريقي ومعجون مكر أيوة. ودهاء وذكاء. احنا شفنا لما كان بيلعب ضد النادي الاهلي كان دايما في محاضراته مع سان داونز ضد الاهلي وضد الزمالك وضد الرجاء وضد الوداد كان يعني هو بينيم الناس يا كابتن بينيم الناس وبعدين هو بيجيد التشكيل وبيجيد عملية التغيير داخل الملعب وفي توقيتات أحيانا كتيرة بتبقى سليمة. برضو السؤال كان حضرتك قلتيه وهاني قال عليه بس أنا يمكن ما جاوبتش عليه إنه الأهلي ما بيتغلبش من الزمالك على مدى تاريخه في البطولة الأفريقية. دي ما بتديش لا ثقة ولا بتدي غرور ولا بتدي حاجة مش كويسة. بتدي حافز اكتر مما هتدي غرور او تدي نوع من الانواع الاتكاليه يعني. ان انا لا كل ماتش بيبقى ليه ظروفه وكل ماتش ليه جيله. مظبوط. يعني الجيل اللي كان موجود من 3 4 سنين الزمالك ما كانش بيشارك البطوله ديت اعتقد ان الجيل اللي موجود في منهم كتير ما لعبوش والاهلي برضو هيبقى عنده الغالبيه لعبت وبالتالي الظروف متغيرة الأجواء متغيرة طبعًا. طبعًا. أول مرة أهلي وزمالك بيلعبوا في النهائي صحيح بيلعبوش في السيمي فاينل أو كده كلها ظروف في صالح النادي الأهلي برضو الحتة يعني اللي بطمن جمهورنا عليها إن دايما لاعبتنا لا تنجر لنوع من أنواع الاستفزاز أو نوع من أنواع الاتكالية بيحترموا الحكم جدا بيحترموا المنافس جدا ما بنقولش عليه خصم انا بلاعب الزمالك الزمالك منافس ليه ما هوش خصم ودي برضو حاجه بنربي الولاد عليها ان المنافس بتاعي ده منافس بيتنافس معايا علشان نأدي اداء رائع جميل عشان نكسب ونمتع جمهورنا ودي حاجه من الحاجات المهمه جدا اللي النادي الاهلي دايما في تاريخه بيوصلها لله. برضو في حاجه يمكن الولاد ما شافوش كابتن صالح كان دايما الكابتن صالح هو بيلعب في ماتشات الاهلي والزمالك كان دايما يجيب جوال بدماغه في الفتره دي انا حضرتها وانا صغير كان بيسموه الرقص الذهبيه لو تشوف الجرايد بتاعه زمان كان الكابتن صالح يطلع ويروح ايه وهو طالع كده والدو او بتاع يروح طالع ويروح حاططها بدماغه في ملعب النادي الاهلي كان دايما ماتشات الاهلي والزمالك بتتلعب في ملعب الناديين يعني تلاقي الملعب يعني ماتش الاهلي في استاد التت والزمالك في حلم والزمالك في حلم زامور كان بيتلعب كده يعني في جول كابتن صالح جابه وانا كنت ساعتها في الملعب كنا بنلعب قبل المباراه دي والله كابتن رفاعي سير الزمالك دخل عشان يجيبها فرجليه خبطت علقت في الشبكه فمن ضمن الحاجات اللي كابتن صالح برضه علشان نوع من الترفيه شويه للجمهور بيقول والده كان بيدوس عليه جدا في الدراسه فكان علشان يجيد ضربات الراس وهو قاعد يذاكر في الدوايا بتاعت عشان ينور عشان دوايا اللمبات يعني هو والده ولع علشان تمام عشان فكان والده شديد جدا عليه علشان عايزه يعني ينجح هو كان اغنى مني وقتها هو كان عنده لمبه بتاعته عندك بالونه كابتن الكابتن صالح كابتن نجف هو الاهلي الله يرحمه قال خد بالك يا امه انا اغنى منك بقى يخبطها بدماغه وهي راجعه يروح عاملها بدماغه ودي من ضمن الطرائف اللي بتعلم اولادنا حتى لو ما عندكش امكانيات جهاز بيعمل الكلام ده انت ممكن تعمله في البيت فبرضو الله يرحمه الكابتن صالح كان من الناس اللي هي دايما بتتكلم في السلوكيات وفي الاخلاقيات ملوش دعوه الرغم من نجوميته الكبيره دي عمره ما كان بيتدخل فنيا يجيب المدير الفني يجيب مدير النادي يجيب اي واحد في اي وظيفه اداريه لا يمكن يتدخل في عمله وفي نفس الوقت عنده من النجوميه كان ممكن جدا يتدخل مع اي مدرب ومع ذلك لا يمكن لانه بيؤمن ان انا بدي لك مأمورية انت تعملها علشان احاسبك عليها في الاخر هتبقى مسؤول عنها مسؤوليه تتقيم عليها كمان طبعا كابتن ماهر خدنا النقطه مهمه جدا نقطتين النقطه الاولى طبعا بتاعت يمكن
ازاي انت كمان يعني اللعيبه بتعيش في المباراه وبتبقى عندها تخيل المباراه بشكل كبير. والنقطه الثانيه ان بعض الناس كانت قلقانه من فيروس كورونا واللعيبه اللي ناقصه, طب دلوقتي ديانج مش هيلعب, ونربطها على طول ان الجمله يمكن انا قلتها في الانترو, الاهلي بمن حضر, برضو عشان نعرف الجمله ديت على ايامك كابتن ماهر والكابتن عادل طعيمه كان من اصحاب الجيل اللي عملوا بصمه في النادي الاهلي, ان كان في دايما مباراه النادي الاهلي والزمالك بتطلع نجوم حتى ما بيكونش الجماهير بتفكر فيها. فوارد جدا يعني مش هنقول لعيب صغير يخش المباراه ديت, لكن وارد جدا ان غياب مثلا ديانج لا يبقى حمدي فتحي يؤدي بشكل اكتر من رائع ويكون سبب مكسب يعني. فايه رايك في الجزئيه ديت يعني الاهلي بمن حضر؟ بص هنا عايز اقول لك هو في نقطه مهمه قوي اداريه فيها ذكاء من سيد عبد الحفيظ, ان هو بسرعه يعني عزل اللعيبه لان موضوع فيروس كورونا ده طبعاً. يعني ده في ساعات تاني يوم الماتش على طول في تاني يوم الماتش بالظبط. يعني بتحسب لسيد بصراحه ان هو بخبر السيد كمدير كوره موجود وعاش كل الاجواء يعني الافريقيه او المحليه مع اللاعبين, فقدر ان هو يبقى قرار بسرعه حكيم ان هو يعزل اللاعبين المعسكر. وانا شايف دي نقطه يعني حمت بشكل كبير جدا معظم بعد مباراه ابو قير بالظبط بعد مباراه الكاس في المعسكر انت خلاص هتبقى مسيطر بشكل كبير جدا, معاك الدكتور معاك التغذيه معاك المحاضرات معاك التنظيم معاك المدير الفني الجهاز الفني خلاص التدريبات الدايره اتقفلت عليك بالظبط خش في الدايره اللي فيها دايره الاهتمام. النقطه الثانيه بقى اهتمام اللاعبين الاعداد الذهني للاعب, يمكن انا كم مره كنت بعد اتكلم معاك واقول لك انا بالنسبه لي كنت اعيش اروح انام الساعه 9 عشان تلعبها وانت نايم اتعايش مع راس الحربه اللي هنلعب عليه. ايوه حكينا القصه دي قبل المباراه بثلاث ايام او اربع ايام. ده انا عايزاك تحكي لي قصه الكراسي اللي انت بتجيبها وتقفلها على نفسك في الليفنج روم وتتفرج على المباراه مع الكراسي ازاي, دي بتعملها ازاي دي؟ ما هو دلوقتي بتعمل يعني ايه فكره الكراسي الفاضيه دي؟ اول انا كنت بجيبها الكراسي بجيب اصحابي يعني واحبابي عشان نتفرج على المباراه دلوقتي كورونا احط الكراسي فاضيه احضن الكرسي بقى لما اجيب جول حلوه دي. فطبعا مهم جدا يعني وانت كمان بتبطل بيبقى في نوع من الاعداد الذهني للمباراه المهمه بالشكل ده. فانا عايز اقول ان اللعيبه عليهم دور كبير جدا كمان هادي, ان الاعداد ده قبل المباراه اهم من المباراه نفسها, لان هو اللي هيساعدني ان انا خلال 90 دقيقه اقدم مباراه على اعلى مستوى. ودي كانت يمكن بتتوارث من اجيال لاجيال يعني وموجوده مع الجيل الحالي كمان. بالنسبه لمباراه الاهلي والزمالك تملي بيبقى فيه مولود نجم سبحان الله ناشئ لسه بيدفع بيه الزمالك, الناشئ بيدفع بيه النادي الاهلي ما شاء الله عندهم 3 4 ناشئين في نادي الزمالك بيلعبوا مع نادي الزمالك في خلال 3 4 مرات السابقه وبيهدفوا وبيأدوا الواجب اللي بيطلب منهم بشكل كبير. نفس الكلام النادي الاهلي عنده 3 4 لعيبه ناشئين موجودين بفتره السابقه مع موسيماني ودفع بيهم بشكل جيد. ممكن المباراه دي يبقى في يعني مولد نجم من الناشئين وممكن تكون مولد نجم من اللعيبه المميزه اللي موجوده. كابتن ماهر حمدي فتحي يعني اثبت يمكن في وقته صار كابتن عادل انه من اللعيبه المقاتلين في الملعب, بالرغم من يعني النهارده في ناس كتيره قوي زعلت من عدم مشاركه ديانج في المباراه النهائيه. يعني انا شايف انه ديانج طبعا نقطه ورقه قويه جدا, لكن بيقابلها في نادي الزمالك في ثلاثه برضو في اماكن حساسه, لكن احنا الاقل ضرر. ديانج طبعا ما فيش شك ان هو عنصر قوه جدا, دفاع وهجوم وصانع لعب. ده الراجل ده انا بعتبره ساعات بيعمل تمريرات بيقوم بيها صانع اللعب, بيعمل تمريرات للمهاجمين وراس الحربه وبيعمل التسديد وبيعمل الاختراق. يعني راجل يعني الحمد لله بفضل الله متكامل في الحته دي وبيعمل حاجات زياده عن وظيفته. يعني الهاف ديفندر ده دي وظائف معينه هاني مش كده؟ هو بيعمل حاجات صحيح. يعني مش معموله مش مطلوبه منه, عمليات التسديد وعمليات الاختراق وعنده من القوه ان هو بيخترق ويعود ميعاد من واحد واثنين. حمدي فتحي عنده نفس القصه, يعني احنا شفنا حمدي فتحي الموسم اللي فات والموسم ده بيطلع في الكورنر يجيب جول بدماغه وبعدين التسديد بيسدد برجل الاثنين. ورقه من الاوراق الرابحه جدا. وانا بعتقد انه بعد رجوعه من المنتخب
والقوة الشخصية والنفسية اللي عند الولد ده عنده من القدرة انه لما يجي من انبي بينزل اول ماتش مع النادي الاهلي ما بتحسيش انه هو دي نقطة مهمة جدا ما بتحسش انه هو فيه ما فيش رهبة وتحس انه جاي من اصابة شخصية. بعد فترة طويلة بيأدي باكتر من اداء اكتر من رائع اختيار موفق جدا يا كابتن طبعا اختيار موفق جدا انت بتختار شخصية عنده سمات لاعب النادي الاهلي المتكامله اللي عنده ثقه في نفسه وبعدين الجانب الفني بيجي بعد كده الثقه في النفس اهم حاجه ثم بتيجي بعد كده النواحي الاداريه والتكتيكيه واللياقه البدنيه والحاجات دي بس نمره واحد انا راجل متزن اعرف قيمه النادي الاهلي وياما جاي لعيب النادي الاهلي كتير لما بيجي يلبس التيشيرت تحس انه تقيل تشيرت اتحول يعني التيشيرت تقيل عليه يعني مش قادر في واحد تاني ومجرد ما لبس التيشيرت تحس انه هو كانه متربي في البراعم في النادي الاهلي الحمد لله ما اعتقدش انه هو هيأثر بتأثير كبير بالعكس ممكن الماتش ده هيبقى مؤثر جدا على الحمد لله انه هو اثبت وجوده راح منتخب مصر من خلال عطائه من خلال جهده في النادي ما اعتقدش انه زي ما انت قلت الأهلي بمن حضر بمناسبة الشخصية شخصية الأهلي يمكن الماتشات اللي زي دي الأفريقية بتكلم يا كابتن ماهر الأهلي بيعرف يلعبها كويس وهي دي يمكن الماتشات اللي صنعت أسطورة الأهلي أفريقيا أسطورة القرن كلمني عن الظروف اللي احنا فيها دلوقتي ديت ما عدتش ظروف مشابهة على مباريات من النوع ده على أيام حضرتك أكيد يعني زي ما قلت يا سام أن النادي الأهلي في المباراة الأفريقية اللي ليها يعني شكل واسم كبير بيبان معدن لعبة النادي الأهلي يعني إحنا في المباراة دي إن شاء الله هنشوف حاجة تانية غير اللي إحنا شفناه في خلال الفترة اللي فاتت دي روح الفنيرة الحمراء الاستنفار اللي على لعبة النادي الأهلي الروح القتالية العالية للعبة النادي الأهلي أنا بقول في المباريات اللي بالشكل ده رقم واحد ورقم اتنين ورقم تلاتة الروح القتالية عندك حق الدوافع اللي موجودة عند لعيبة النادي الأهلي أنا شايف إنها أكتر من الدوافع اللي موجودة عند نادي الزمالك مش عايز أقول رد اعتبار بقى مش عايز أقول إن إحنا يعني لا جزء من موتيفيشن جزء من لكن بالظبط جزء منك بتدي له موتيفيشن يقول لك لا احنا يمكن وبتتقال لنا ساعات وعلى مستوى انت عارف النادي الاهلي دايما من خلال قطاع الناشئين او جميع المراحل السنيه لما بتتغلب ماتش انت بتبقى بتنام عشان يا رب تقول الماتش اللي جاي ده يبقى بكره عشان تعوض فدي من نوع من انواع الموتيفيشن انك لا انك عندك كمان دوافع اكتر وتجري عجله الزمن يعني هرجع مثلا اللي جيلنا احنا سنه 78 لما خسرنا الدوري بجول اعتباري الزمالك كسب اسماعيليه في اسماعيليه 2-0 واحنا كسبنا المحله 4 ولو جبنا الجول الخامس كنا خدنا البطوله فبقى في فرق جول كسب الزمالك في الدوري احنا عدى في كاس مصر فاضلين ماشيين لحد ما وصلنا نهائي احنا ونادي الزمالك وطبعا المباراه الشهيره بتاعه 78 النادي الاهلي كسب فيها 4-2 ده كان رد اعتبار يعني نموذجي بالنسبه للعيبه النادي الاهلي يعني كان واخدين المشوار ده كله ودماغكم ان احنا خسرنا الدوري بهدف في كاس مصر يا هاني يا رب يعني نكمل احنا نادي الزمالك عشان يبقى في الاخر يعني نشوف مين بقى بطل الدوري ومين بطل الكاس في المباراه دي وانا فاكر يمكن الكابتن محمد لطيف بيذيع المباراه وقتها وحتى هو راجل زملكاوي كبير يعني عضو نادي الزمالك وقال لك النهارده بطل الدوري وبطل الكاس هو النادي الاهلي يعني بعد نهايه المباراه خرجت منه عفويه يعني او خرجت منه سبحان الله يعني لكن عايز اقول هو ده معدن لعيبه النادي الاهلي وهو ده معدن النادي الاهلي فالنادي الاهلي في افريقيا يعني كل الظروف مرت عليه ظروف احنا مش موفقين فيها ظروف موفقين فيها يمكن لما كنا في اول بطوله حصلنا عليها 82 هنا حتى خمس سنين قبلها سام بنخفق وبنخسر ومش قادرين نوصل للبطوله الغاليه يعني اللي هي مهمه جدا بالنسبه طبعا. للنادي الاهلي سنه 81 احنا وصلنا مع مستر كوريتشاي مع بطل الجزائر وصلنا نهائي لكن طبعا موت انور السادات طبعا 81 اضطرينا ان احنا نعتذر طبعا عن
السفر للجزائر، لكن 82 كانت البطوله المفضله بالنسبه لنا. برده كان مشوار صعب جدا احنا وكوتوكو عشان نوصل للنهائي، وقدرنا الحمد لله رب العالمين ان احنا نكسب 3-0 في مصر ونتعادل هناك 1-1 وتبقى اول بطوله مفتاح لجميع خارج الاجيال خارج الديار اللي موجوده خارج الديار. طيب في نقطه مهمه قوي اعديها بسرعه كده، اتفضل. عند اللعيبه حافز مهم قوي، انت رحت كاس عالم انديه صحيح 3 مرات، الزمالك او اي نادي في مصر ما راحش، وبعدين انت عندك 8 وجاي في 9 ان شاء الله يوم الجمعه باذن الله تعالى. فده برضو من ضمن الحاجات المهمه قوي عند اللعيبه، ان انا عايز الطعم ان انا العب في كاس عالم انديه ده ليها قيمه تانية خالص. انا كل اللي بتفرج عليك الى جانب الحوافز الماديه والادبيه، والادبيه قبل الماديه طبعا. فدي بس حته حبيت ان انا اقولها انها برضو من ضمن الحاجات المهمه طبعا. اللعيبه هتبقى انا رايح العب اهم من الجوة. اي مكافاه يا كابتن عادل بالظبط، خصوصا الجيل ده اي مكافاه كابتن عادل، بقول الجانب الادبي قبل الماديه طبعا. خصوصا الجيل ده بالظبط، الجيل ده يا كابتن برضك يعني ما حصلش واخد دوري قبل مجموعه كبيره ما حصلتش على البطوله الافريقيه، في لعيبه معظمهم طبعا ما لعبوش كاس عالم الانديه طبعا. موتيفيشن ان ما هيروح ويلعب في بطوله كبيره زي دي كمان، ده دوافع كتيره جدا ان شاء الله ربنا يوفقنا يا رب. طيب احنا عندنا فاصل صغير، اخر فاصل في البيت الكبير ونرجع تاني نكمل مع حضرتك. رجعنا مع حضراتكم كابتن عادل طعيمه وكابتن ماهر منورنا في البيت الكبير ومستمتعين بالحوار، وعايزين نتكلم مع كابتن عادل على جزئيه فنيه شويه اتكلمنا فيها اثناء الهوا واحنا بنتكلم كده. ايه افضل السيناريوهات او لو في حاجه تتمناها تحصل في المباراه على الجزء الفني تكون ايه؟ اللي انا متوقعه وان شاء الله وبتمناه وان شاء الله هنشوفه يوم الجمعه، موسيماني الاول ما جه لعب بشكل مختلف تماما عن الفتره اللي كانت فيها فايلر اللي فيها فايلر. انا في اعتقادي انه هيبدا مع الزمالك كده، يعني هو من يوم ما جه ثقه للاعيبه، بدايه هجمه من تحت، مفيش عشوائيات، في صبر، مفيش استعجال في انهاء الهجمه، في هجمات متنوعه من اليمين ومن الشمال من العمق من التسديد، بيستخدم كل ادوات الهجوميه الى جانب الجانب الدفاعي. احنا شفناه في ماتش انبي، واعتقد انا قلت الكلام ده قبل كده، ماتش انبي الشوط الاولاني فريق انبي ما عداش السنتر، يعني على طول عامل عمليه الضغط وبيعملها بشكل جماعي مش بشكل فردي. اللي انا ان شاء الله متوقعه، لان الراجل ده عنده من الثقه في لعيبته ان هو قادر انه يوصل الثقه دي اللي هي جواه بيديها للعيب. ده على الجانب النفسي. على الجانب الفني قاري كويس قوي تيم الزمالك، واحنا شفناه لما كان قاري فريق الوداد، وقاري حتى الفرق اللي هو ما كانش شافها قبل كده، يعني المقاولين انبي كل الفرق دي اعتقد انه شافها من خلال شريط او حاجه مظبوط. لكن لما جه يلعب المقاولين وبعدين انبي وبعدين كل الماتشات اللي هو لعبها كان مصمم ان الشناوي بيبدا ويلعب الكره من السكس ياردة، يديها للمعلول يديها لايمن اشرف، وبعدين ما هياش عشوائيه، الراجل بيستلم الكره حد بيروح له بيعمل مثلثات الاستحواذ الايجابي، وانك بتطلع بالهجمه من تحت بيطلع من الهجمه من تحت وبعدين بينهيها كويس قوي. بعد ما بينهيها ما بيديش فرصه للتيم المنافس انه يبدا هجمه، على طول بيروح بعد ما ينهي الهجمه بالشكل اللي هو عايزه، يبقى فيه خطوره على طول، بمجرد اللعيب ما الكره في العارضه كره دخل بعيده كورنر اي كلام، على طول بيبقى عامل عمليه الضغط بحيث انه يبقى في حاله هجوم باستمرار. في نفس الوقت زي ما قال كابتن ماهر، في فرق بين مدرب ومدرب. في مدرب يروح على طول بمجرد ما فقد الكوره يروح مرجع فرقته في نص الملعب علشان يعني يبقى بيامن الجوانب الدفاعيه، ده طبعا اسلوب ما بيحصلش في العالم كله، انت عارف كده كويس. على طول الفريق بمجرد ما بيفقد الكوره الواجب بتاعه من اول راس الحربه انه ازاي يامن الجانب الدفاعي بحيث ان الكوره ما تروحش نص ملعبه بطريقه سلسه او طريقه سهله ويبقى في خطوره. وده اللي انا برضو متوقعه، لانه الراجل بيلعب بشقين، عارف انه بيدرب النادي الاهلي وعارف قيمه النادي الاهلي وعارف جماهير النادي الاهلي وعارف امكانيات اللعيبه وعارف امكانيات النادي كاداره. اعتقد انه الى جانب ان هو بيهاجم كويس قوي ومجرد ما بيفقد الكوره هيعمل عمليه الضغط، وطبعا هيسترجع كل ما هو اراه من نادي الزمالك. واعتقد الخمس ايام اللي فاتوا دول بيقعد مع لعيب بيديله الشرايط والراجل اللي انت هتلعب عليه او اللي انت مفروض
لو لعبت هتلعب عليه بالطريقة الفلانية. الميزة برضو اللي عندنا زي ما حضرتك قلت وسهام قالت انه الاهلي بمن حضر. يعني برضو اللي كان فايلر عمله في البداية انه بيلعب بالعشرين، الراجل ده بيعمل كده برضو، بيلعب بالعشرين برضو. صحيح لما يكون في اصابات ولا حاجه، يعني ما فيش حد بيبقى من اللعيبه بعيد عن فكر موسيماني لو نزل، فالمجموعه كلها عارفه بالظبط هو بيشتغل ازاي وعايز ايه من المباراه على الشكل التكتيكي. وكابتن ماهر الشكل التكتيكي ممكن هل يختلف طبعا السيناريو المباراه نفسه، لان المباراه 90 دقيقه وممكن تمتد ل 120 دقيقه، دي بتحط او المدير الفني بيحط كذا سيناريو. يعني لو مباراه 90 دقيقه بس يعني ممكن جدا يشتغل بيها بطريقه او بطريقتين، لكن انت عندك 120 دقيقه ممكن توصل 120 دقيقه هتغير كتير من افكار موسيماني من خلال طول المده نفسها. يعني هي دي صعوبتها، يعني دي صعوبتها، صعوبتها زي ما انت قلت ال 90 دقيقه هيبقى في سيناريو اتنين واخد بالك يقدر يقضي بيهم ال 90 دقيقه، لكن انت 120 دقيقه هيبقى انت في كذا سيناريو واخد بالك بيشتغل تغييراتك عليه، التوقيات تعداد التغييرات ده بشكل كبير. بالظبط بالظبط. فهو النهارده هو طبعا قيمه المباراه وصعوبتها واخد بالك وتوقيتها والاحداث اللي حواليها الكورونا واللعيبه المصابه فبرضك احداث صعبه يعني، فالله يكون في عونهم او الله يكون في عونه بالذات هو يعني، لان هو طبعا موسيماني يعني طبعا مدير الفني يعني. الله يكون في عونه، لان هو برضك يهمه ان هو عايز يكمل مشواره اللي بداه. احنا النقله من فايلر لموسيماني نقله احترافيه بتحسب لكل منظومه النادي الاهلي بصراحه، يعني مكسب كبير جدا. الراجل جه في توقيت فعلا عمل لنا نقله نفسيه ومعنويه وتكتيكيه مرتفعه جدا جدا. فالنهارده عايزين نتوج هذا الكلام بقى بالبطوله الغاليه اللي احنا بقالنا يعني سنين غايبه عنا. وهو طبعا الله يكون في عونه، لان هو برضك يا هاني بيفقد عناصر ومفاتيح. واحد زي وليد سليمان ده انا بعتبره يعني نص فرقه، واحترامي طبعا الفرقه كل يعني خبره واداء على مستوى القيادي كمان، مستوى القيادي والذكاء ولما بيدفع بيه في الوقت المناسب فعلا بيبقى ايجابي، بيقدر يجيب لك جول، بيقدر يجيب لك جولين حتى لما مش موفق في عرض الاهداف، لكن بيقدر يبقى صانع العاب. فاحنا النهارده برضه قيمه وليد سليمان مش موجوده معانا، ياثر على موسيماني يا كابتن مار، ياثر على موسيماني. هو بيأثر نسبيا يا سام، لكن طبعا الحمد لله البديل موجود، يعني الرجاله اللي موجوده ان شاء الله باذن الله كفيله ان هي تقوم بدور وليد ويمكن اكتر كمان من وليد، ودي ميزه لعيبه النادي الاهلي يعني. طب انا عايز اتكلم اتفضل. فهو هاني بيتكلم على السيناريو، طبعا كذا سيناريو الراجل هيشتغل عليه، منها التشكيل، منها مفاتيح اللعب، منها التغييرات اللي قلت عليها يا هاني، منها الدوافع اللي هيشتغل عليها من خلال الحافز اللي هيبداوا يضيفه في ذهن لعيبه النادي الاهلي عشان يقدروا يعني ينطلقوا في المباراه ديت ويقدروا يحققوا لنا البطوله الغاليه. فكل الكلام ده زي ما كابتن عادل قال، الشرايط اللي موجوده، مباراه الزمالك، الحاله الدفاعيه اللي بيلعبوا من خلالها، الحاله الهجوميه، ازاي هنراقب مفاتيح اللعب عندهم، ازاي هنشتغل على جبهات ناحيه اليمين ناحيه الشمال من العمق، يعني كل الكلام ده بيبقى الراجل شغال في المعسكر ليل ونهار مع الاعداد الخاص بقى اللي كابتن عادل قال عليه. بالنسبه للخطوط الثلاثه الاربعه اللي في خط الظهر هيراقبوا ازاي، هيمسكوا ازاي، هيغطوا ازاي، نص الملعب هيغطي على الاطراف لو هجمت ازاي، هنزيد مع المهاجمين ازاي، المهاجمين هيستغلوا الفرص اللي هتجيلهم. احنا كنا بنتكلم قبل فاصل ان الاهلي طول عمره معروف في مباراه الاهلي والزمالك اول ربع ساعه او ثلث ساعه اخطر وقت النادي الاهلي يقدر يحرز فيه هدف. احرازه الهدف انا في رايي في المباراه دي في اول ربع ساعه ثلث ساعه هتفتح لنا حاجات كتيره جدا بالنسبه للقاء. كابتن عادل، تتوقع انه عناصر دكه البدلاء ممكن يكون ليهم في هذا اللقاء؟ نتكلم عن بادجي، احمد الشيخ مثلا، صح، محمود وحيد، جيرالدو ممكن يكون ليهم دور في المباراه دي؟ اكيد هيبقى ليهم دور، لان الراجل لما بيلعب مجموعه زي ما هاني قال السيناريو بيبقى حاطط انه في الشوط الاولاني الشوط الثاني ما اعتقدش انه هيلعب على الوقت الاضافي، لان الراجل عنده مش هيلعب عليها، بس عنده وارد ان تمتد المباراه وبيبقى عامل حسابها وجزئيه بيعمل حسابها كمان على ضربات الجزاء اكيد بيتمرنوا يعني الديتيلز الصغيره قوي
ما نتمناش ان المباراه توصل لكده، لكن وارد مباراه توصل ل 120 توصل لضربات جزاء، فلازم اللعيبه تكون مستعده على يبقى عامل حسابه بالظبط ولو 10%، انما 90% انه عايز يخلص المباراه بالزبط. لانه عارف انه النادي الاهلي وقيمته وعنده من الحوافز اللي احنا قلنا عليها كاس عالم. وعلى فكره وليد مش هيلعب، لكن وليد بيقوم بدور افضل من اللاعب. يعني طبعا وليد بيبقى ورقه رابحه جدا موجوده معاك، وانا لو انا بشتغل مدير فني معايا وليد انا مش هطلعه من الملعب. يعني الدور النفسي المهم جدا ان هو المدير الفني بيعمله، بس هو بيكمله قوي لانه بيبقى قريب قوي من اللعيبه. يعني دايما اللعيبه هو هيبقى قريب تليفونيا يا كابتن عادل دلوقتي طبعا. يعني هو طبعا معزول دلوقتي ربنا يعني يشفيه طبعا هو وابنه. يعني حتى في طالع في الاعلانات والحاجات في المواقع وكده ان بيوصل رسائل للعيبه من خلال المواقع من خلال التليفون، انتوا الاهلي وجمهوره وهو الاخر. فطبعا السيناريو اللي هو عامله الراجل الجانب الفني والجانب النفسي اعتقد ان هو بيأديه على اكمل وجه، وفي نفس الوقت السيناريو بتاع المباراه هو عايز يخلص المباراه في 90 دقيقه وشاف الماتشات اللي قبل كده للنادي الاهلي مع الزمالك، واعتقد انه الراجل ده عنده من الـ من الـ من الـ من الذكاء ان دكه البدلاء عارف التوقيتات اللي ممكن ان هو يدفع بيها مثلا بواحد زي بادجي في توقيت معين تكون انت كسبان 2 3 ان شاء الله، وبعدين في فتره من الفترات يروح دافع. على فكره انت بتضحكي بتبتسم لا انا عارفه بتبتسم ليه لانك انت بتتمني النتيجه دي. انا بقول يا رب من حوالي سنتين ثلاثه احنا كنا اول 10 اول نص ساعه كنا كسبين 3-0. فاكر اظن اجاي جايب جول الاولاني وبعدين هي ما بتفتح يعني احنا بنتكلم على ثلاث اجوال ثم عندنا جه اصابه، وبعدين اظن كان اصابه شديده، وبعدين كان في طرد. فاول ربع ساعه كنا كسبانين 3. فانا بعتقد انا بلعب المباراه زيهم بالظبط قبل ما تتلعب. يعني هو الراجل بيشوط عشان كده ابتسمت. لا والله بجد يعني احنا كلنا بتتمنى النتيجه دي، وانا ان شاء الله ما اشبيها مش حاجه بعيده عن ربنا طبعا. فهو عمل السيناريو ده واعتقد انه اي نتيجه. والنقطه اللي قالها كابتن ماهر وعايز اتناقش فيها واحنا بنتكلم، بيقول لك الفرقه اللي هتدافع افضل هي اللي هتكسب. تفصل لنا ازاي ده كابتن؟ معناه عشان برضو في ناس مش فاهمه كوره كتير يعني او مش مستوعبه الجمله بمعنى اصح. يعني انا عايز اقول لك ان احنا مثلا انا لعبت حوالي 11 سنه مع الفريق الاول ضد الزمالك، يعني 11 سنه وحوالي يمكن 5-6 مرات كاس مصر. فخد بالك عدد كبير قوي. كل الفترات دي انا فاكر مقوله هيدوكوتي او مجله قال طول ما بيخشش فيك انا ممكن في الدقيقه 90 اقدر اجيب، دي 92 اقدر اجيب. وتورثت بعد كده، يعني احنا الجيل الوحيد اللي بدانا موضوع اخر ربع ساعه دي والوقت الضايع بلس 90 بالظبط. وبعد كده الاجيال يعني لحد النهارده طبيعي. فانا فاكر المقوله دي يا هاني بشكل كبير جدا، حتى انا لما يعني وانا بلعب فعلا وبحس بالامان ده ان خط الظهر طول المباراه حامي مرماه ما بيجيش فيه، انت عندك بقى من العناصر ومن المفاتيح اللي تقدر تجيب الجول في اي وقت. فحتى كان زمان مصطفى عبده الخطيب ومختار يقول لك ايه يا جماعه ما يجيش فينا، يعني مقوله احنا بنتكلم مع بعض او تتداولوها يعني مع بعض يعني ايوه ما يجيش فينا واحنا ان شاء الله باذن الله نقدر. هي دي دايما الكابتن دايما بتتقال لما بيكون مضغوط علينا كورنر في فاوله يا جماعه ما يجيش فينا حاجه، يعني دي مقوله عشان الناس تفهم ان احنا طول ما احنا بالظبط ما يجيش فينا جون احنا قادرين ان احنا نكسب ان شاء الله 1-0. وبعدين افريقيا بالذات مصطفى عبده كان الكلمه الشهيره الخطيب كان يقول لك ايه يا جماعه نحاول نقلل، يعني نطلع درون لو خسرنا نخسر 1-0 ونقدر نعوض. واخد بالك؟ فيقول لك الدور بتاع افريقيا على ماهر همام واكرامي ومصطفى يونس والمدافعين خلاص، ودورنا احنا في مصر بقى طبعا على مهاجمين النجوم الكبار دول اللي كانوا بيخلصونا بالثلاث اربع اهداف. فانا عايز اقول لك يا هاني ان المباراه دي بالذات اللي هيدافع كويس هيبقى ما احنا كابتن يعني برضه يعني نفصل الناس تدافع كويس، مش معنى ان الفرقه كلها بتدافع بس ومستنيه فنفضل ندافع طول الوقت عشان نخطف جون. لا يا كلمه تدافع كويس ان احنا نعيش الكوره بالظبط، يعني احنا نعيش الكوره ادافع ندافع عشان نجيب الكوره تاني كل اللعيبه. وزي ما كابتن عادل قال يبقى الدفاع الاولاني من قدام صح من المهاجمين وبعدين نص الملعب وبعدين المدافعين. ولما ابدا استحوذ يعني موسيماني برضك يمكن رجعنا مستر مانوجو زي الحاجات اللي اضافها لينا
بشكل كبير جدا مجموعه بركاته وابو تريكه، انك انت بعد ما تتنقل يا هاني البساط بساطة كتيرة اللي هو بدأها زي ما كابتن عادل قال، بدأها من تحت من الشناوي خط الظهر ثم نص الملعب ثم المهاجمين، كل البساطة دي يا هاني بتقلل ثقة الخصم ان هو مش قادر يقطعها او مش قادر يستحوذ عليها، وفي نفس الوقت لما تبان ثغرة بنبدأ نخش من خلالها نقدر نجيب فيها جول. التحكيم تفضل حضرتك يا كابتن عادل انه يكون عربي ولا افريقي؟ يعني سمعنا كلام الى حد الان لم يعني مش عارفين مدى صحته ايه عن رضوان جيد، سمعنا عن الجزائري مصطفى غربال المغربي في سيكازوي كمان مش عارفه سيكازوي منين جنب يعني من جنب اعتقد هو في ثلاث حكام وبكره هيعلن عنهم بكره بشكل رسمي، لكن حضرتك مبدئيا تفضلوا ايه؟ اوروبي الاهلي طلب منين دلوقتي؟ الاهلي طلب الاهلي لا انا بتكلم الحاجه الطبيعيه احنا شفنا ما يتمنى المفروض انك يبقى اوروبي، لان احنا شفنا الاخطاء القاتله في دور الأربعة طيب. اخطاء قاتله، ضربات جزاء ثلاث ضربات جزاء او اربع ضربات جزاء لفريق الرجاء ما حسبش منهم حاجه. وشفنا الحكم اللي كان بيحكم لنا الماتش الاولاني هناك، شفنا التجاوزات اللي حصلت، فلا زال برضو الكاف برضو في علامات، واحنا شفنا طبعا رئيس الاتحاد يعني واخد إخاف السابق بقى نقول السابق يعني بقى خلاص الموقوف يعني لسه ما وصلناش لدرجة ان الحكم هو نازل مش خايف بس نازل عنده أمانة وعارف انه سمعته أهم من أي مادة بياخدها، وبالتالي الحتة دي لسه مش وصل لهم. يعني حتى في لجنة الحكام بنلاقي الحكام اللي بتتعين جاية بشكل مش فير، فنلاقي يعني وده اللي انا كنت اتمناه. والنادي الاهلي طلب على فكره، انا قريت كده النادي الاهلي كان طالب في الفاينل يبقى فيه حكام اجانب، افضل بعد كده يبقى عربي ما يبقاش افريقي، برضو في حكام عرب على مستوى عالي جدا في الجزائر وفي في المغرب وفي في تونس وفي في السعوديه، انا بنشوف حاجات حكام كده حاجة شخصية وأداء فني وراقي وحاجات لياقة بدنية ونفسية على رغم طبعا أن المباراة مراقبة على المستوى، مش هنقول المستوى الأفريقي المستوى العالمي، يعني كمان على مستوى العالم الفيفا مراقبة المباراة بشكل جيد جدا لقيمة هذه المباراة التاريخية، أن أول مرة في الشامبيونز ليج الأفريقي تقام فرقتين من نفس البلد على في مصر، يعني ده ما بيكونش كمان رادع للحكم، او بيكون الحكم خلاص انا تحت سبوت ولازم يبقى العمليه على قدر الامكان فير 100% بوجود كمان الفار، يعني ده ما يطمناش ان العمليه هتبقى فير بنسبه كبيره يا كابتن ماهر. بيساعد طبعا بشكل كبير يعني، وانا عايز اقول لك حاجه يعني الحكم في المباراه دي هو كمان عايز يطلع نجم المباراه لان زي ما انت قلت كل الاضواء بالظبط تشيد بيه فإذا كان أفريقي أو من شمال أفريقيا أو عربي هو طبعا عامل حسابه بشكل كبير ومستعد لها استعداد قوي، وطبعا الحاجات المساعدة زي الفار هتساعده بشكل كبير يعني. احنا عارفين زي ما حضراتكم قلتوا أولا كل مدرب بيقول لك مالكش دعوة بالحكم خلاص ده طبيعي مالكش دعوة بالحكم، وشفنا لقطات كتيرة للنادي الأهلي حتى بيكون فيه ظلم تحكيمي لكن ما بيخرجوش عن التركيز وده المهم، فدي طبعا لعيبتنا متعوده على الكلام دوت بشكل كبير يعني، وده مهم ان شاء الله في المباراه اللي جايه يعني ان شاء الله يكون فيه هدوء ويكون فيه تركيز يعني، فيعني نتمنى ويا رب يا كابتن زي ما انت قلت اتنين كم يا كابتن عادل؟ اتنين كويس قوي. تتوقع كم النادي الاهلي هيكسب ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله، والاداء مشرف جدا زي ما انا قلت، الراجل بيدافع كويس قوي وبيهاجم كويس قوي، الشناوي اول مهاجم ومروان زي هيلعب اول مدافع اكيد حارس المرمى ليها دور في حسم كمان اللقب، هو اول مهاجم ومروان اخر ان شاء الله اول مدافع ان شاء الله، وان شاء الله المكسب لينا ونهنيكم ان شاء الله بعدين يا رب ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. ازيك يا كابتن ماهر؟ شكرا ليك. والفال طلع بنتكلم الفال طلع ان شاء الله، نتمنى الفال ده يتحقق يوم الجمعه باذن الله ان شاء الله باذن الله، واحنا نلاقيكم بكره ان شاء الله في البيت الكبير من 10 ل 1. تصبحوا على خير.